ببير تاني هن يعني مو وانا كاني سرتا بيا غمري خواص الله عليه وسلم جارك يا يعني. لقناغي سرتاي بانجواز جاتي تازع اعلاني بانجواز كي كدوه زور لا الله ولا عثمان كري طلحة بس رم بيبدا درجاي كي عبم بوب كروبش مناو عثمان كري طلحة ريب أنا ده زور لا الله وزور بناشرين جوابي بيا غمري خواص الله عليه وسلم يا يو نزيق بيو لعثمان يا غماري صلى الله عليه وسلم فرموا أي عثمان يسأك لي لكم نأتي بس دنياتك روش هو خود أبي أكليلي بينت أو كاتج من خوم عارزي خوم ما بكي إما الباسع عثماني كري طلح هم بوكردن لو أنا كاني ترى يكير لا إيجابية فوائده فوائد كانيه شاك صلح في مسلمان بني أم أم طلح أبو عثماني كري طلحه وأم عثماني كري طلحه أو او مستلمي جاي عند مدينه بو لحظه سيري ناكل النظر اللي انا او ما وي 500 كيلومتر لو انا كان تراب ام باسكر با هجرتك ام مستلمة ايام عثمان لا صلح كمسلمان بو إيه استحاليا لدور بري بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم افرمي اي عثمان كليلا كان بو بينا عثمان طبعا كليلا كلا لا يدايكي لا يناوى او عن عادتي عن وابوا ابا عن جد باو با بيران يعني.

شقيقه <applause> لكاتي خوي أنها رحت مانك، نكت بس ما أنا أفرمي دايكان جان غمري خواس الله عليه وسلم تكليفهم يا قوم كاأ كم بن مري لمشتم رياها خليك تأخيرا من فيها خاص الله عليه وسلم لم كاتيا في غمار خواس الله عليه وسلم أو آيتي كاهنتان بستوتانا. فيها غمي الله عليه وسلم أو آياته. افرمي أمره روجي بر وفاية روجي اوية كبا بيمان نامكي خو مانا وفابكي عثمان بان كافر اي عثمان ورا او اكل اللي كتبو هنا خو اسم من ارزي خو ما بينبكي. حتى علي كريبي طالب افرمي اي بيغمري صلى الله عليه وسلم بو نايدد دز يما ام خزمته با ما ببره با أمشوني ام شوني بيغمري خو صلى الله عليه وسلم افرمي اي علي ام كلي له أوانه تسليمي اواني يا كينوا كزلتا الناس وانا زودكا مر علم نبي تا روشي خيامه دي أوي. لك تسليم عثمان أو بن مالي بشي بيا تأم تام لحظيش كليلي كعبة بلاي أوانا ويا <applause>